مرحبا بكم عند روح المائدة. اليوم جيتكم بهذا لا تورتيا اسبانيول، يعني برك انا بدلت فيها، معروفة في منطقة اسبانيا. تقدروا تقولوا بلي هي مخدومة غير بطاطا بصل وبيض، بصح انا درتها فخسي، سمحوا لي درتها فخسي جوغ غراتان في المقلة، يعني وجبة صيفية سهلة مهلة سريعة التحضير، ومكونات موجودة في الدار وتساعد كل واحد فيكم. بسم الله جوزو تشوفوا المقادير ويعني كيفاش خدمناها. شوفوا انا شديت بطاطا نقيتها، راني نقطعها هكذا اون بوتي دي، سهلة يعني. وانتو ما تكونوا يا ديروا قدرة وكسكاس ولا تحبوا تغلوها غلوها، بصح هي باش تجيني ما تجيش معجنة يعني وما تجيش شاربة ما، جو بخيفة نفورها كيما راكو تشوفوا. انا درتها في هذاك لوتو كويزور تاعي، سهله يعني راكو تشوفوا درتها فايت كيلو هنايا. ملحتها ودرت لها غير شويه فلفل كحل باش ما تجينيش صمطه، ودرتها تفور حوالي 20 مينوت 20 دقيقه، اطفيت عليها ونخليها. فوالا دونك هذه المرحله الاولى باش نوجدوا هذيك لا تورتيا، ولا تقولوا ان غراتان في المقله. فوالا نشوفوا لا فخس نتاعو. عندي زروديه طرشي وبصل، انفوت نربي كيما راكو تشوفوا، حبه برك تكفي، حبيبه تاع زروديه ربيوها ولا خير يعني باش ما تبقاش تبان، باسكو ما نقدروش نقطعوها، ما تشد طياب بارابور للطرشي والبصل. راكو تشوفوا حبيبه شحال دارت لي خير ربي. بيان سور نزيد نربي بصله. هنا كان عندي الطرشي الاحمر والخضر، جملتهم كامل وحنقطعهم دي بوتي كاري يعني صغير صغير، ولا اون برونواز كيما يقولوا هكذا، باش بالخف لا فخس تاعي طيب وتوجد. هذا ما كان يعني ساهل ماهل، راك تشوفوا مقادير تاع الصيف، المكونات بلوتو اللي موجوده في الصيف وكاع الناس عندهم في الدار، الطرشي والبصل وهذا هو هذو هما لي ليغوم تاع الصيف. داخل المقله درت شويه زيت وراني نرمي هذوك الداخل هذوك الخضره يعني اللي قطعتها، ورابيت زروديه بيان سور باش تجينا نفس طياب كيما الاخرين. نقليهم ندي ونجيب فيهم يعني حتى وين يدخلهم شويه طياب. فوالا بيان سور نديرو لي زيبيس، هنا ما كاش حاجه كبيره تاع لي زيبيس. عندنا بيان سور الملح اللي بنن الماكله، والفلفل الكحل كيف كيف يعني ما نقدروش نستغلو عليه، والا كاين بزاف اللي ما يحبوش يقدروا ما يديروش. وبيان سور ندير انا شويه ثوم غبره، تقدروا تزيدوا سنه ولا زوج، انا ما حبيتش لو غو تاع الثوم يغلب. وهنا درت شويه فيونداشي حوالي 30 الف 40 الف هكذاك يعني قسمه تبن لي هذيك الخبيزه اللي درت. وكما تعرفوني وشفتوني شحال من خطره انا باش تنفتح لي لا فيونداشي ندير غير شويه ما راك تشوفوا بالخف يتنحل هذاك التكوار وتتحل وتجيني سهله وما ما نبقاش واقفه عليها يعني. نخلط هذاك الميلونج كامل ونغطي بيان سور، نخليه حتى يدخلوا طياب مليح، هذيك الزروديه ما تبقاش تغزغز يعني يطيبوا مليح مليح. كي يبقاو لي واحد الخمس دقائق هكذاك نرمي عليهم هنا، الا كان عندكم انتم عدنوس خير وبركه، سينو انا درت لا سيبولات باش نقعد في لوغو تاع الثوم شويه، كان عندي يعني نشريها انا من لي سوبيرات. ومع الاخر كامل نطفي بهذاك السخانه، نرمي كوميشان تاع فخوماج غابي. هنا لو فخوماج علاش باش يشد لي يعني يرجع لي ديك لاباط تتلاصق، جو فو دير لا فارس تتلاصق، باش من بعد تشوفوا علاش باش ما تخرج ليش. هذا ما كان نمسح المقله ونحطها تكوتي نستحقها. دونك هنا راح نخدم ذاك الخليط، نديرو واحد الخمسه حتى لسته ربعه انتم العيال وانتم الكبر تاع الخبزه تاعكم تاع البيض بيان سور. درت لها مغرف تاع فارينه باش تجيني مشدوده، ما تجينيش لوملات تاعي خفيفه طيح منو منك، تعرفوا البيض خفيف. درت شويه ملح شويه فلفل كحل وشويه كمون كيما درت العقاقير الداخل لافخس، نفس المكونات. ومن بعديك البطاطا كي فارت نرميها لداخل ذاك الخليط، وشنو هنايا نزرب شويه نحركها يعني باش ما يطيبليش البيض. فوالا دونك سهله مهله، راكو تشوفوا فيها زوج مراحل.
وبالخف ديروها هذه اللي حارت، واش طيب الفطور ولا العشاء، يعني تتكل صباح وعشيه، تتكل سخونه وبارده يعني تياج بدي. المقله نفسها درت زدت شويه زيت بيان سور باش ما يلصقليش البيض، وسخنتها فريمون تري بيان ونقصت لها. هنا لازم ديرو يعني طنجره ثقيله ولا مقله هكذا باش ما تشدلكمش. ومن بعد فرشت النص نتاع هذيك الميلونج بين بطاطا وبيض، النص راك تشوفوا راني نفرشها في الفون يعني سهله. المهم قلت لكم هنا نقصوا للنار باسكو خلاص انا سخنت لي، ونفرش من بعد هذيك العقده. شوفوا كيفاش طلقت لورانج من هذاك الطرشي الاحمر ومن هذيك الزرودي، انا ما درت ني طوماطيش ني والو. راك تشوفوا مام الناس اللي ما يحبوش بطاطا مقليه اللي كرهوا منها عينه منها، انا بدلت وغليتها تجي خير ويجي خفيف هذا جور دو غراتان. ومن بعد نزيد نفرش لاكوش نتاع بطاطا وبيض كيما درت من تحت. راك تشوفوا سهله مهله، قلت لكم انا شدت لي بين تقشار وبين الاخر مام با ساعه مام با يعني بالخف. راك تشوفوا تجي يعني ما شاء الله. هنا برك نقصولها للنار ما لاكوتش يطلكم باسكو الا بدا يريح البيض راكو تعرفوا ريحه البيض كي ينحرق. هنا لازم نغطيها ومن ذاك نحركها ندي ونجيب فيها كيما راكو تشوفوني باش نسوري باللي ما لصقتش تو سامبلومون. راكو تشوفوا هنا نشوف لي بوردور ما لازمش يشدوا لي في الحواف، يعني راكو كامل تعرفوا طيبوا وتميزوا وبشويه بشويه. ومن بعد يجي المرحله المليحه، انا كتشوفوا راهي سخونه جبتها وحطيتها وخليتها باش تهفت يعني تحكم روحها، ورايحه نسيي نقلبها خفت الديقه وجت طبسي من الحمد لله تقلبت يعني ما شاء الله. هذه كامل هذيك الفارينه اللي زدتها باسكو علاش كي يكون بيض وحده يروح منه الى توندونس ما ينشفش بالخف. وزدت خليتها طابت حوالي واحد ما با دي مينوت بس ما زادت حمارت من تحت، وغاني قلبتها لكم هنا في الطبسي. وانا حبيت نسير بيها مع شلاضه، قطعت هذيك الشلاضه او شيفوناد معناتها شيفوناد اللوي والشلاضه ونقطعوها هكذا تجي خيوط خيوط. والطوماطيش واليوم جاني نشبح لكم حبه زروديه درتها فيك تايك خيون اليوم جاني نشبح ان شاء الله شهيتكم بالصحه. هذه كامل انا حبيت نجوز لكم ميساج، مثلا كاش اخت حابين يجوها ضياف وما عندها والو في الدار قيسها قيس روحها وعندها هذه المكونات تفرحي بها ضيافك هكذا. يعني الصح ما راهيش في الماكله الاخت يا اختي ولا يا بنتي، الصح راهي في ذاك لاكوي شالوغو وكي تحطي لهم يحسوا باللي درتي لهم يعني الواجب. هذا هو يعني زمان كانوا الناس يحمروا وجههم برك، ماشي شرط تحطي الحومي والشحومي وقلبك يطبع ياك. انا هذا هو لو ميساج اللي حبيت نجوزو. ان شاء الله شهيتكم بالصحه، ديروها سهله مهله. كاينه وحده في انستغرام قالت لي يعني شهيتيني، قلت لها هاي ليك غدوه ان شاء الله تصيبي لا فيديو. فوالا شوفوا كي قسمتها لكم يعني وجات هايله خير من بطاطا مقليه صدقوني، الي بلو ليجير وخفيفه مع اون سالاد ما مخبزه هكذا تدوها معكم البحر يعني ما شاء الله. دونك انايا ما بقى لي غير نقول لكم تبقاو على خير وان شاء الله شهيتكم بالصحه، سختو لي فامون سانتي ما يزعفوش عليا، ومع السلامه والى اللقاء.